مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. حديثنا اليوم ظهور نقاط حمراء على الثدي. إن ظهور نقاط حمراء على الثدي قد يكون مصدرا قلقا للكثير من النساء، وقد يثير العديد من التساؤلات حول ما إذا كان هذا الأمر يشير إلى مشكلة صحية خطيرة أم لا. لظهور نقاط حمراء على الثدي يجب وضع عدة احتمالات لتشخيص السبب الرئيسي وراء ظهورها. فهناك العديد من الأسباب المحتملة لظهور نقاط حمراء على الثدي، ومن أبرزها التهاب الجلد، إذ يمكن أن يسبب التهاب الجلد، والذي يعرف أيضاً بالتهاب الثدي الجلدي، ظهور نقاط حمراء على الثدي، ويمكن أن يترافق مع حكة واحمرار. كذلك تورم الثدي، قد يتسبب هذا التورم في وجود مناطق حمراء على الثدي، وقد يكون مصاحباً للألم والحساسية. كذلك يمكن أن يرتبط ظهور نقاط حمراء على الثدي بالتهابه، وهي حالة تتطور في الغالب عند المرضعات، وتسبب صداع وحمى وأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا. أيضا تظهر بثور حب الشباب في الغالب على الوجه والظهر والكتفين والصدر، لكن هذا لا يلغي احتمال ظهورها على الثديين. في الغالب لا تكون النقاط الحمراء علامة على السرطان، لكن من الممكن في حالات نادرة أن تكون كذلك، لذا يجب مراقبتها ومراجعة الطبيب عند ملاحظة أي تغيرات. وللحفاظ على صحة الثدي والحد من ظهور النقاط الحمراء، يجب عدم استخدام أي معطرات مباشرة على تلك المنطقة، وارتداء حمالة صدر مناسبة والتي يمكن أن تساعد في تقليل الاحتكاك والضغط على الثدي. كذلك يجب تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس أو المواد الكيميائية القوية والتي يمكن أن تسبب تهيج للبشرة، وعدم استخدام أي نوع من الكريمات التي تحتوي على عناصر كيميائية ضارة. ويستحسن استخدام الزيوت الطبيعية في الترطيب مثل جوز الهند وزيت الزيتون.